التيار الصدري لديه هنالك سوابق مع الإطار التنسيقي أو مع بالخصوص الجهة أو الطرف الذي دعم السيد السوداني. فالسيد السوداني هو قريب من السيد المالكي، ولا ننسى بأن السيد المالكي دوما وتكرارا يستخف بالتيار الصدري أو بمواقف التيار الصدري، ويحاول بشتى الوسائل بصورة أو بأخرى حسب المعطيات والمؤشرات أن يضعف أو يحجم التيار الصدري. ولاحظنا على ما يقارب عام كامل بأن هنالك سجالات وخلافات وتقاطعات حول تشكيل الحكومة من أجل أن يكون هنالك تحجيم إلى التيار الصدري. فالتيار الصدري لديه سوابق مع عامة مع دولة مع الإطار التنسيقي، وخاصة مع دولة القانون، لا ننسى صولة الفرسان وغيرها وغيرها، وحتى تصريحات المالكي أنذاك في كل اللقاءات يصرح بتصريحات لم يكن بالمستوى المطلوب بترطيب الأجواء وغيرها اتجاه التيار الصدري. كل التصريحات كانت هي تصريحات تصعيدية، تصريحات بأنه يحاولون الاستخفاف بالسيد الصدر وغيرها.